ومما يقوله العامة اليوم هو من جميل الكلم أن البعض يقول لأخيه أو لغيره أو لمن يريد صلاحه يقول له لا يراك الله إلا محسنا. وقد حدثني بعض الناس أنه كانت له قديما طلب في وزارة كان عليها وزير صارم، وإن كان رجلا يعني توفي رحمه الله نبيلا شهما لا داعي لذكر الأسماء، لكنه كان وزيرا بمعنى كلمة وزير قديم، رجلا صالحا معروفا. فيقول ترددت عليه مرارا أطلب منه شيء، فكان فكل ما أدخل عليه يرفض ولا يقبل المعاملة. يقول ثم كتبت طلبين، لها اسم بالعامية، طلبين، طلب بالأمر الذي أريده المتعود أن أطلبه، وطلب بالاستقالة، قلت إن لم يقبلها هذه المرة سأستقيل. قال دخلت عليه، يقول هذا تقريبا عام 98 هجرية أو 498 هكذا، يقول فلما دخلت عليه وهو هو، والرجل الوزير يعني كان يملك الصلاحية لكن كان يعتقد أنه على حق، وفعلا على حق ويملك صلاحية ويرى الأمر من جهته. يقول كان عنده رجل، يقول فلما ردني الوزير قال هذا الرجل للوزير يعني له دالة عليه يعرفه، وإلا ما جلس عنده، قال له يا دكتور فلان لا يراك الله إلا محسنا. يقول والله إن الوزير تغير وجهه، قال هات المعاملة، وافق بكلمة هذا الذي كان جالسا، وفق ماذا يقول، لا يراك الله إلا محسنا. والله قالها لي رجل قبل أن يقول لي هذا الأخ قصته في مسجد الحي وأنا خارج، قالها لي فتعجبت. أنا يعني أقرأ كثيرا لكن لم تمر علي قط، فلما قالها لي هذا الرجل العامي، يعني واحد ما يزكي نفسه، والله كاد أن يقف شعر رأسي أني دخلت البيت ما أدري ماذا أفعل. قال لا يراك الله إلا محسنا، هو قالها تهديد، قالها نصح، رجل عامي لا أعرفه إلى الآن من هو. ثم مضيت إلى البيت، ثم سافرت بعدها بأسبوع، في السفر لقيت هذا الرجل وجلسنا نتحدث حديثا عابرا، ثم أخبرني بالقصة. قلت سبحان الله، إذن الكلمة معهودة معروفة، لكن الإنسان لا يمكن أحد مهما قرأ مهما اطلع أن يبقى محيطا لكل شيء، سبحان من وسع علمه كل شيء. فالمقصود كلمة موفقة، وفق هذا أن قال لا يراك الله إلا محسنا، هي تحتمل نصح وتحتمل دعاء، تحتمل نصحا وتحتمل دعاء، والمقصود الإحسان إلى الناس.